في زمن التصحر الذي يجتاح منطقة الشرق الأوسط، تزدهر صحراء القصيم السعودية بأشجار الغضا التي يدين لها سكان البادية على مدى قرون بالتخفيف من وطأة جفاف بيئتهم. هذا الغضاء من ارث عنيزه ورمز عنيزه، حافظوا عليه ابائنا من قديم الزمان 150 سنه تقريبا. فوائد الغضاء عندنا يثبت الرمال، وكانوا يستخدمونه الاولين للنار واعلاف البهم، والحمد لله الحين كثافته وفضل الحمد لله الجهود ووعي الجيل، الحمد لله وصل لنا الغضاء، ونبي ان شاء الله احنا نسلمه لاجيالنا باذن الله تعالى. تعمل جذور هذه الشجرة على تماسك الرمال حولها، ما يساعد على الحد من العواصف الرملية. لذا تعتزم جمعية الغضا زيادة هذا الغطاء النباتي بزراعة 250 ألف شجرة هذا العام في عنيزة. هذه بذور الغضاء تنتشر في حالة قلة الأمطار، وهذا أدى إلى تكاثر وتكثافة أشجار الغضاء من محافظة عنيزة. مبادرة خضراء للحكومة السعودية لتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتدهور البيئة، حيث تهدف المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة. الجهود البيئية المكثفة توجت بتسجيل متنزهات الغضا ضمن قائمة جينيس للأرقام القياسية. مدعاة للفخر حقيقة لنا جميعا في محافظة عنيزة، تسجيل الرقم القياسي الأكبر على مستوى العالم بمساحة تتجاوز 172 مليون متر مربع كأكبر حديقة نباتية بالعالم لأشجار الغضا. شجرة الغضا الحقيقة فيها مميزات كثيرة، من أهمها أنها لا تحتاج يعني كميات كبيرة من المياه، لذلك اهتم أهالي عنيزة في هذه محافظة عنيزة في هذه الشجرة لتكون حقيقة رمزا لهذه المحافظة. تعتزم الرياض العمل مع دول عربية أخرى لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في أنحاء الشرق الأوسط للتخفيف من معاناة منطقة الخليج من درجات الحرارة المرتفعة وفترات الجفاف الطويلة.